ها كده السوق ديالنا هنا في القرية، ها عاودنا على السوق ديال القرية، وبقى أسبوع الليل كده السوق واش غالي ولا ما غاليش مقارنة مع عام اللي داز؟ السوق راه هاكو هاك ما غالي ما رخي، وصف وصف، ولكن الفلاح راه يقطع باش ماذا؟ باش ماذا؟ علاش؟ علاش الزرع غالي حتى كدير 7000 6500 الزرع راه يدير 80 كيلو 26 27 لا ابن انت اذا غلاها السيار ماشي السلعون ماشي شي حاجه الله يجيب الخير اليوم كاين رواج شويه على الاسواق الميدان شويه ماشي تا شي رواج كاين شي رواج كبير لا لا ناقص لا رغلاك لا رغلاك لا رغلاك هذا السيد كيهضر معك ها 330 في الواحد التفريد راه كاين راه عام وست شهور هو ياكل عام وست شهور عام وست شهور تبارك الله يقول له جاي غير 7 درهم 100 درهم للنهار الله يستعوض سوزي قارية ماذا في السوق نهار هذه القارية؟ ايوا السوق مداش عند السيدة زين وليت تندي غدا زين وليت نهار رخا زين على حساب ما مشى على حساب في زمان على حساب في زمان بنادم تفزار خا ولكن السوق يحمى شوي زعما الماء خارج فيك يقعد شوي الماء زعما لا يوقع لا لا يغدا يوقع شوي نهار نهار هذه القارية ولا لا يغدا اللي موجود الماء نهار يغدا نعم شكرا بارك الله فيك وين؟ أنا ريفينو أنا يعني هاي واحد جرا كي راه غير خمسة حتى حوالي شحال خويا مثلا جيت غير سلوان من سلوان كتبيعه وكتشري في الغنم كي داير السوق هنا في القريه تاع القريه 370 270 جايين ولكن الاغلبيه كتقول راه السوق كان سخون شويه كان اه شويه غلا لا حسن العاون اللي يشري غلا زعما في نظرك اش من السبب ديال الغلا هذا؟ نقل العاون تما في السيارات السيار العلف العلف غالي العلف لا احنا دار 9000 فرنك هذا العلف قلت 9000 فرنك دار هذا العلف 90 درهم 90 درهم 35 ودابا 10 درهم شكرا الله يرحم والديك غدا كبير من العروي انت جيتي من العروي انت سباب ولا فلاح ولا انا فلاح 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 كتربي كتربي المشي كنربي واه كتربي في العروي جيت هنايا جيت اليوم من القريه القريه واه القريه قريه اركمان وقعدت سيمانة الليل وعاودنا على السوق كي داير السوق الحولي كبير غالي غالي نعم سيدي 250 260 280 ايوا دير شي راك تشوف دابا 140 150 السبب ديال الغلاء ايوا الغلاء دابا قال لك شي القلب ما كانش ما كانش ما كانش اللي يربي دابا اييه ما كانش كان الجفاف ماتوا كلشي كلشي غري ماتوا
5000 دابا 8000 راه هو هذا تما كنيو دير الشباب يحضر نوار ساغ مزوزام ديال الماء ساغ مزوزام كيلا راه في المصروف ودي شاك تترخاتي هذا 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 هو الحاجه ذا كنيو دير النار نسوق الكبداني راني نسوق قاريه هذا هذا هو هذا يموت الحال يطاب مشكل الصرف والون الصرف يجوا ما كيدو يرجعوا لنا شاد السبب هو الخدمه والخدمه ما كاينش عباد الله راه سوا سوا التجارة 270 ألف ديش أصدر واعي والو كاش والو هل تشتي فصلنا بكاش قوال